السلام عليكم. هذا مسجد النخلة. المنصور. هذه السويقة ديال المنصور. هذه 9:37 دقيقة. الناس عاد تيجيبوا الخضرة ديالهم. اليوم هو الثاني في أيام رمضان. يوم الأربعاء. السلام عليكم. شحال داير البنا اليوم؟ 12. الله يجي في التيسير. الله يسهل. السلام عليكم. شحال داير مطيشه اليوم؟ الله يجي في التيسير. الله يسهل. الله يسهل. أمساك الناس فايقه وكلها امال في يوم جديد، يوم سعيد. السيف يقوم ساكن يترزق الله خير موجود. هذا نسول على ذوك الربيطه تخيزو ساعه فت. الناس تمشي بكري لا كري باش تقدم. نمشيو لجهة الهديم. نمشيو لجهة الهديم ونمشيو نشوفو سوق الأربعاء اليوم مكناس. نشوفو كي داير، واش تكون فيه شي خضرة، واش تكون فيه. هو السوق ديال الغنم، ولكن كيجيو شوية مالي الخضرة مالي الحوت. هادي كاميليا. كاميليا وندوزو على الفضيلية ونخرجو في سهب مبروكة. يوم 13 مارس. هذا الحمام ديال كاميليا. شي حد كان سولني على الورقه ديال البخار. اما شي واحد على اليسار عاد فتناه راه كاتبينها ديري الورقه ديال البخار، ولكن المرشد الهديم راه فيه كل شيء. هادي دابا الفضيليه. هادي على ديور السوسي ونخرجوا لساب مبروكة على جنب برج مشقوق حي التقدم. هنا كتسالى الفضيلية. هادوك ديور تنحضي مع الطريق. هادو ديور السوسي وهداك مسجد السوسي. على اليمين راه كاينه صيفيطه كتخرج لصيفيطه كتخرج لشارع محمد السادس، طريق مسرحة. هو هدا المسجد بان موجود الحمد لله. البنان بلا ما تخلطوه مع الحليب راه ما مزيانش. واحد البحث واحد شي ابحاث شي وحدين قالك اودي راه ما مزيانش يتخلط البنان مع الحليب. اللي كيديروا العصير ديال البنان بالحليب راه ما مزيانش. ولا حاجه يعني
مع البنان ما تشربش كاع مع الحليب، ماشي عادي لا كاين حنا كنطحنوه معها حنا المغاربه عصير البنان والسكر. البنان راه حلو ما حتى السكر. واللي كيتقل عليه البنان او كيقول لك كيتقل عليه البنان يحيد له الزريعه الوسطانيه، راه فيه الزريعه في الوسط يقسم عليها جوج ويحيد، عندها بحال السلسول ديالها بحال لا كولون فيرتيبرال فيها الزريعه في الوسط. يجرب هذه القضيه قالوها، وانا ما الحمد لله ما كناكلو ما تيتقل عليا ما والو. واخا هكاك بعض المرات تنحيد له الزريعه. ايوا هنا دابا الروينة زيد 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 تاكسي نيفو فيان سافوا. هذا سبب مروكا هذا على اليمين هو البرج المشقوق، من موراه السور كاين ديور ساراميتو، وهنا على اليمين كاين ليسي ديال عمر بن الخطاب. هنا خرجنا لشارع محمد السادس. نسولني واحد الاخ على الشارع، الشارع راه فيه تقريبا شي 5 كيلومتر من اسواق مرجان 5 وشويه حتى للرون بوان ديال بوعماير، ولكن التهيئه ديالو دابا فاش غادي يعاودوه غادي يعاودو حدو الدخله ديال اللاعوده. واحد الاخ قال لي نتمنوا نشوفوا الصور ديال يعني اللي في الهبطه نتاع دار السمن، داك الصور اللي على اليمين، يعني يحيدوا البنك الشعبي ويحيدوا دوك المحلات اللي تما. راه ما لقاوهمش الحل، راه ما لقاولهمش الحل يعني باش يعوضوهم باش هذا. كانت تقالت هذه العمليه كانت واحد المحل كان هو الاول قهوه ولا مبقيتش عاقل، المهم راه تحيد هذاك ما لقاو عنده حتى ورقه، يمكن هو اللي الاخرين يمكن محفظين ومسائل، المهم لقاو صعوبه باش يقادو داك البلاصه باش يعاودوها باش يعني يحيدوا المحلات. هذا على اليمين شارع عبد الكريم الخطابي كيدي السباته. هذه لاله الزويتينه على اليمين، ملاح على اليسار، الرياض. هنا غيبان لينا زين العابدين، وهذا البرج اللي على اليمين برج بالقاري. على اليمين كنمشيو لبني محمد، وعلى اليسار كتمشي للباب الخميس المحطة الطرقية. الجو غائم اليوم في مكناس، شويه مغيم، ولكن كاين شي قطرات في بعض الاماكن متفرقه يعني في المغرب توصل حتى لمراكش، شي لقطات داكشي قليل احتمال قليل. هذا زين العابدين. هذا اللي قدامنا المرشد الهديم، راه الباب ديالو محلوله. المرشد الهديم راه صورت لكم واحد الفيديو نهار الحد، اللي بغى يشوفها يرجع لها، راه فيه بعض المواد يعني وبعض الاثمنه، خصوصا الاثمنه ديال العطريه راني وثقتها. هذا باب منصور، هذا الترونسبور توريستيك. واخفي لي توريست واشدين واحد الرياح. ما عرف منين بلاد هادو كار على قدو تبارك الله. تيشوف التليفون مسكين صايم نيت. سير مع الباساج إلا بغيتي تحمي راسك.
يقطع في باساج بيتون. باساج بيتون راه مول السيارات يتحمل المسؤوليه. من غير باساج بيتون راه يمكن كتكون مسؤوليه مشتركه ماشي بحال. دار وامزين وامزين باقي سد دابا كي تقصروا شويه الناس دابا مع رمضان تيحلوا من مور المغرب. كاين بعضهم اللي كيحل مور المغرب ايوا كيصبحوا ناعسين يعني حتى الحركه نسبيا كتصبح بطيئه الصباح دابا 9:48 دقيقه نمشيو لسوق الاربعاء تاع مكناس ندوزو على زين العابدين اما ندوزو على زين العابدين اما على الجيش الملكي ولكن هذا الشارع ديال زين العابدين ندوزو على ندوزو قدام القصبة وقدام اكدال اليمين كتدخل المرس كتدخل سيدي عمر أزهار هذه البلدية نتاع المشوار مشوار ستينية على اليسار كيتان البلاصة هادي راه على اليسار راه بغاو يهيئوها راه كاين مشروع راه في الطريق باش غادي تهيئ ديك البلاصة اللي تكاد ان شاء الله تولي زوينة هادي كتدخلنا للقصر على اليسار وعلى اليمين كتدي لسراك هذا اللي قدامنا هذا على اليمين باب الناعورة وهذا الباب القصبة هذا تيدير بيبينيير تيشارجي داك الورود وداك الشيء ما عرف واش باعها ولا واقيلا باعها كاين اللي تيهزها و تيديها للأسواق هادي على اليمين كلها القصبة كاين هاد الباب الصغير كيدخله فيه الدريجات كيطلع على الرجل على اليسار كاين المقبرة نتاع سيدي مسعود هذه القصبة هذه القبارة ديال القصبة وديال أكدار على اليمين كندخلوا لأكدار نيشان أكدار ولا درنا على اليمين كندخلوا للقصبة كاين تما لالا خضرا الجيد ديال لالا خضرا هنا على اليمين كتدي الزيتون كدوز على جنب القصبة دائما شارع عبد الرحمن بن زيدان عبد الرحمن بن زيدان تيتسالى في هذا الرومبوان اللي غادي نوصلوا له ان شاء الله بحول الله
فاش تنطلقوا مع الطريق الوطنيه رقم 13 شارع بيران زيران، هذا قصر العراقي على اليسار. هذا مسجد الاندلس الزهوة. نطلو واحد الطليلة على سوق الاربعة نشوفو كي داير. هذا جاي من الحاج قدور النقل المزدوج، تيدير الهديم الحاج قدور. يعني يسار فيروندا، هذا لو دي بارك الى بيسين في الصيف تيكون. يديروا فيه حتى دوك الطوموبيلات الصغار ديال الدراري الصغار كارلين. اليسار د الأراضين أعمال اجتماعية، ولا الربيع تبارك الله، ولا الطبيعة زوينة. راني صورت لكم شحال من فيديو ديال الطبيعة على برا. الطبيعة مليحة دابا تبارك الله بعد أمطار الخير. ثريا هذا حمام ثريا هنا عليا. كيدير السوق ديال الغنم مع
مع اليوم، يعني اول سوق في حضيراسك، اول سوق في رمضان. العشرة هذه قلت 3 دقائق، عفوا واش باقي عامر ولا اخوة؟ شوفوا عندك يا ولدي، عندك داير واش نلقاو منين ندوزو ولا لا. كاين المالي الخضراء عندك. هاي خاوية من الهي، إلى زاد هذا نقدروا ندوزوا. كاينين مالين تبان، كاينين تخرج في الطريق الوطني رقم 6. نشوفوا هنا السوق كي داير، واش باقي شي، واش هو تبارك الله عليكم. السلام عليكم.